السلام عليكم، مرحبا بكم في موعد تقني، بحيث سنراجع من خلاله أحدث جهاز أصدرته شركة آيكولينك تحت المسمى آيكولينك أوكتا في 9، والذي يعمل بنظام الأندرويد 7.1 نوغا ونظام البت الرقمي DVB-S2، ويدعم أيضا تقنية الفول اتش دي والألترا اتش دي أو ما تعرف بالفوركا. يشتغل أيضا مع نظام ضغط الفيديو H.265 وأيضا VP9 من جوجل. أما من ناحية نقاء الألوان، فشركة آيكولينك أصدرت نظام داخل الجهاز يساهم في جعل الصورة أكثر وضوح بالنسبة لشاشات الألترا اتش دي، وذلك بتدعيمه بنظام أو تقنيات الدولبي فيجن وأيضا الاتش دي ار فيجن والدولبي ديجيتال بالنسبة للمسرح المنزلي. وأهم شيء دائما أركز عليه وهو العتاد، فكما سنشاهد في العلبة فإن الجهاز يتوفر على معالج أملوجيك S912 8 نواة 64 بت، يعني أوكتا كور. وهذا الجهاز أحبابي في الله يتوفر على هذا المعالج، والذي يعتبر الأول من نوعه في أجهزة التي في بوكس، بحيث يساعد على تشغيل جميع الميزات التي ذكرناها في السابق، بالإضافة إلى رام 2 جيجا DDR3 وفلاش انترن يصل إلى 16 جيجا بايت من التخزين. بالنسبة للاتصال فإنه يعتمد على أونتين واي فاي، بحيث أنه إذا سمعت 5 دي بي من خلال هذا الأونتين فإنه يستطيع التقاط الإشارات الضعيفة ويقوم بتقويتها إلى الجهاز للحصول على بيانات بشكل جيد، حتى وإن كانت المسافة بين هذا الجهاز والروتر بعيدة نوعا ما في المنزل. كما أنه يتوفر على UTP كابل، يعني يمكنك ربطه مع الروتر بواسطة كابل إيترنت أو كابل ريزو كما يصطلح عنه بالعامية. وكما يمكنك أيضا أن تجعل هذا الجهاز هو نقطة ساخنة، أي هوت سبوت واي فاي، يقوم من خلال نفسه من خلال إعدادات نفسه إعادة رفع إشارة الواي فاي في أماكن بعيدة من أرجاء البيت. إذا كنت تتوفر على بيت كبير والروتر الذي تتوفر عليه لا يستطيع أن يوصل الإشارة إلى باقي الغرف، فيمكن هذا الجهاز أن تعتمد عليه كنقطة وصول يقوم بإعادة بتها لمناطق أخرى من المنزل، إضافة إلى تقنية البلوتوث 4.1. أما بالنسبة للعلبة فعند فتحها مباشرة سنجد بطاقة ضمان للدعم المباشر لشركة آيكولينك، ثم مانيوال لطريقة التعامل مع جهاز الاستقبال. وهذا هو عريس الحلقة، جهاز من سلالة V9 من آيكولينك، سنتعرف عليه أكثر بعد مشاهدة باقي المحتويات. هناك جهاز تحكم عادي جدا، كما يمكن هذا الجهاز أن يدعم قطعة الأيرموس التي تمكنك من الكتابة وأيضا التحكم بالفأرة في نفس الوقت. فهذه المسألة يمكنك أن تشتريها من عدة مواقع، فأنا شخصيا قمت بشرائها من موقع صيني إلى أن أتوصل بها إن شاء الله وأقوم بعمل شرح مفصل لها مع الجهاز. وفي داخل العلبة نكتشف لاقط واي فاي 5 دي بي للحصول على الملفات وكذلك اتصال بشبكة الانترنت بشكل جيد وقوي. ثم لدينا كابل HDMI، بطارية ريموت، وفي الأخير محول طاقة لتشغيل الجهاز وتزويده بالكهرباء. بالنسبة للجهاز فإنه يتوفر على شاشة رقمية عادية ومدخل USB. أما من الخلف فهناك مدخل واي فاي، مدخل لاقط هوائي، مدخل UTP، مدخل HDMI، مدخل SD كارد، وكذلك مدخل أوبتيكال، مدخل USB، وكذلك مدخل الطاقة أو ما يعرف بمدخل الباور. أما في أسفل الجهاز هنالك زر للركوفري، لا ينصح بالضغط عليه عند استعمالك العادي لهذا الجهاز. إذا أعجبكم هذا التقرير يمكنكم أحبائي في الله أن تؤكدوا لي أنكم فعلا تريدون حلقة جديدة لهذا الجهاز لنتعرف عليه إن شاء الله من قريب. هذا أخوكم سعد يحييكم، لا تنسوا تشريفي بالزر لايك، سبسكرايب للقناة وتفعيل الجرس لإيصال أو للتوصل بالإشعارات. أما هذا أخوكم سعد يحييكم من سادة التقنية، في أمان الله.